وزي ما هو معروف انه شهر مارس هو شهر الربيع وهو شهر الزهور وكمان شهر الستات اللي هي طول السنه ناسيه نفسها وبتقدم كل طاقتها وكل مجهودها لاسرتها ولشغلها لدرجه انها احيانا بتنسى نفسيتها وبتنسى حقها في نفسها. الحقيقه ان احنا النهارده معانا كاتبه لطيفه وشابه هنعمل معاها مكالمه عن طريق التليفون دلوقتي وهي اسمها سالي الباز. سالي الباز عملت روشتة نفسيه بتاكد لكل ست وبتاكد لكل بنت ان هي قادرة انها تعمل لنفسها كل حاجة وقادرة ان هي تساند نفسها يمكن اكتر من كمان الناس اللي حواليها وقادرة كمان انها تواجه الاكتئاب. هيكون معاكم ومعانا دلوقتي عن طريق التليفون الأستاذة سالي الباز واللي هنتكلم معاها عن كتابها نساء ضد الاكتئاب. اهلا بيكي أستاذة سالي. اهلا بيكي استاذ رانيا، كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيبه. كل بنوته وست وامراه وام في شهر المراه بخير. طبعا كل سنه وكلنا طيبين وكلنا دايما بخير. ومبدئيا كده عايزين نتكلم عن عنوان الكتاب الجميل اللي حضرتك عملتيه وهو نساء ضد الاكتئاب. ازاي اتكلمتي عن الكتاب في مواجهه الاكتئاب وازاي شرحتي الحاله النفسيه السيئه اللي ممكن تكون اي بنت او اي ست بتمر بيها؟ تمام. هو طبعا لان الستات اكثر عرضه للاكتئاب بسبب ظروف الحياه والضغوط اللي بيمروا بيها ومسؤوليات الكتير اللي عليهم. ايوه. فقررت ان انا اعمل للستات برنامج وبرنامج مجرب، يعني ازاي الستات تقدر ان هي تحارب او تقي نفسها من الاكتئاب في 5 شهور او 20 اسبوع. اوكي. بحيث ان كل اسبوع هي بتعمل زي مهاره جديده يا اما تعلمها او بتنفذ حاجه تخليها تشعر باقل ان هي اقل اكتئابا او ان هي تشعر بالسعاده، بمعنى اصح يعني بنرفع معدلات السعاده عندها يعني. طب احنا محتاجين نعرف الروشته اللي حضرتك قدمتيها في الكتاب، ما احنا عايزين كلنا نستفيد منها. يعني في الفتره اللي حضرتك حددتيها دي حددتي ايه او قررتي انك تنصحي الستات بايه؟ طيب خلينا في البدايه، طبعا كنت بتكلم انه الست محتاجه تعرف انه الحياه يعني اصلا هي الحياه صعبه، ما هيش طريق ممهد، فهي طبعا تتعلم بعض الحاجات. خلينا نتكلم باختصار، كنت باديه انه ان هي محتاجه تتعلم ان هي تكتب تداون ويبقى ليها زي جورنال او نوته بتكتب فيها، لانه الكتابه حتى وهي مش كاتبه حتى وهي بتعرف تكتب كلمات بسيطه جدا، الكتابه نوع من انواع التنفيس عن المشاعر السلبيه والغضب. ففي اول اسبوع قلت لها اكتبي كل حاجه مضايقاكي، اكتبي حاجه يعني اي موقف مريتي بيه فعلا يعني مضايقك لا اكتبيه، ولو مواقف تانية فرحتك اكتبيها. ويا ريت يبقى ليها جورنال بتكتب فيه كمان حاجات ايجابيه، ساعات كتير بيبقى فيه حاجات مقولات حاجه سمعتها حاجات ايجابيه بحيث انه يبقى دايما ليها ريفرنس، يعني دايما تكون تبقى حاسه ان هي نفسيتها مش كويسه. تعرف حضرتك مسببات الاكتئاب او الضغط كتيره. أيوة. في بسبب الظروف الاقتصاديه، بسبب الظروف الاجتماعيه، بسبب ضيق الوقت، الناس حاسه انه او الست حاسه ان هي وقتها ضيق فعلى طول هي حاسه ان هي مضغوطه وتحت ضغط. فعشان كده هتلاقيني في كل اسبوع بتكلم عن حاجه بتمس حاجه من الحاجات دي. أوكي. فمن ضمن الحاجات طبعا بسبب ضغط الوقت فاتكلمت ان هي في تاني اسبوع تبتدي تنظم وقتها، وكنت قلت لها اكسرسايز بسيط جدا جدا ان هي هترسم دايره، الدايره دي هتقسمها 4 اقسام، كل قسم فيه 6 ساعات بتمثل 6 ساعات في اليوم عشان يبقوا 24 ساعه. وتقول هي في الدايره دي يومها ماشي ازاي، يعني مثلا لو هي بتاخد 6 ساعات في النوم فهتظلل الست ساعات دي، او بتاخد 8 ساعات تظلل جزء من الجزء الثاني. المهم بعد ما هي بتظلل ده بتعمل دايره ثانيه وترسم فيها اللي هي عايزه تعمله في اليوم. في فرق بين الدايرتين، الدايره الاولانيه المهام اللي هي اوريدي مضطره تعملها سواء عايزه او مش عايزه، هي دي المهام اللي يومها ماشي بيها ازاي. الحاجات اللي مطلوب منها تعملها هي بتضيع وقتها في ايه او ايه الحاجه اكزاكتلي بالظبط، هي تقدر تحدد هي من الفرق الدايرتين. ده اكسرسايز بسيط جدا عشان نعلم الستات ازاي تنظم وقتها او ازاي تتخلص من الحاجات اللي ضاغطه وقتها وملهاش لازمه، وبالتالي هي لما تحس ان وقتها متنظم هي تبقى اقل ضغط. من ضمن الحاجات اللي اتكلمت عليها انه ودي بتاثر على ستات كتير، لانه احنا الحاجات لما جيت اكتب الكتاب ده اوريدي كنت عملت زي مقابلات مع ستات كتيره وقدرت ان انا يعني ادرس على الاقل او المس ايه
معظم الستات بتمر بيه. من ضمن الحاجات ان في ستات للاسف يعني اخطاء الماضي او ممكن نقول المشاكل اللي اتعرضت لها في الماضي زي اللجام على رقبتها، مش عارفه تتخلص منها، مأثره على الحاضر بتاعها وبالتالي مستقبلها. فكنت من ضمن الحاجات، كنت دايما، وده حاجات حتى انا عملتها مع الستات، لانه كنا ساعات بعمل سيشنز لايف كوتش للستات، نتكلم وقلت لها اكتبي، ايه رايك تكتبي كل حاجه برضو من الحاجات بتاعت الماضي اللي مضايقاكي ولسه مأثره عليكي لحد النهارده، اكتبيهم كلهم، وبعد كده اتني الورقه دي واكتبي، اكتبي جمله كده، انا متصالحه مع نفسي، انا متصالحه مع الماضي، وبعد كده احرقي الورق ده. العمليه دي بتحسسها بايه او بتخليها تقول ايه؟ هي حددت بالظبط ايه اللي مضايقها من زمان ولغايه دلوقتي مأثر عليها، وابتدت ان هي تقعد مع نفسها وتقول خلاص انا تصالحت مع الماضي ده عشان انا لازم هكمل، لازم اقدر اعيش الحاضر كويس عشان اقدر يبقى ليا مستقبل احسن من الماضي. فالعمليه دي زي عمليه تدريب للمخ انه خلاص انا الجزء ده انا لازم انهيه وابتدي بدايه جديده باكسرسايزز بسيطه، وكل اللي انا حتى قلته في كتابي هو حاجات مش مكلفه، لان في ناس بتقعد تعمل مديتيشن بره وجوه، لا انت هتعملي حاجات وتمارين بسيطه على مدار الكتاب، لما نقول كذا حاجه منهم مش مكلفه، وانت بنفسك اللي هتقدري يعني تعمليها. وبس نصيحه برضو للستات قبل ما اكمل حاجات قلتها في الاسابيع، اي ست لو ما عندهاش رغبه في التغيير وان هي فعلا تبدا بدايه جديده، ما حدش هيقدر يساعدها، ولا مليون كتاب ولا مليون دكتور. لازم اول حاجه الست تقرر ان انا فعلا عايزه اعالج نفسي، فاضل بس ان احنا نقول لها طب انت تبتدي ازاي، يعني حطها على الطريق، لكن اول حاجه القرار، لازم تاخد القرار. كان من ضمن الحاجات اللي كنا اتكلمنا عليها برضو قائمه الاعمال، دلوقتي هي محتاجه في اليوم، في بدايه اليوم تكتب كل المهام اللي عليها. بس احنا بنتكلم في ستات ام وبتشتغل ووراها مسؤوليات كتير، هي محتاجه تكتب كل المهام اللي عليها، وبتبتدي ان هي تصنفهم في حاجات هام جدا او عاجله بمعنى اصح، مهم جدا، مهم، غير مهم. بعد ما بتكتبهم بتبتدي بقى لما تلاقي نفسها انه هي صنفتهم، كتبت كل الحاجات عليها وصنفتهم بمدى اهميه الحاجات التاسكس او المهام اللي عليها دي ايه، فلما تلاقيت ان في حاجات مش مهمه مش ضروريه، لا دي تحذفها، ده بدايه خلاص انا هشطبها اصلا، مش هحطها في المهام بتاعتي. واخصص لكل مهمه ماكسيمم ساعه لساعتين. وبالتالي المهام الكبيره لازم تقسمها مهام صغيره. تمام؟ فهتقسمها لكده. لو هي قدرت ان هي تقسم المهام بتاعتها وتتخلص من الحاجات الغير مهمه، لان كتر المهام بتخلي البني ادم يشعر بضغط، يكون بضغط ومتوتر عصبيه وكده. عصبيه طبعا، مع اولادها عصبيه طبعا، شغلها طبعا بالظبط. فلو انا قسمت وشلت المش مهم، وعلى فكره عمليه، انا ليه دايما بقول الناس تكتب، لانه هي لو انت بالدماغ مش هتعرفي تعملي العمليه دي، لكن لما انت تكتبي قصاد عينك بتقريهم تاني انت بتقدري تصنفي الحاجه، فانت نفسك اللي هتقرري ان الحاجات دي مش مهمه وكنت بتضيعي وقتك فيها على الفاضي، لا شيليها، شيليها من الليست خالص، وخليكي في الحاجات العاجله اللي انت محتاجه تعمليها وما يليها المهم جدا. خلصنا دول، هتبتدي بتنزلي بالاقل اهميه، وزي ما قلت لك المهام الكبيره قوي بلقايه كبيره قسميها المهام بالظبط اصغر. فدي قائمه الاعمال، وزي ما قلنا ليها فوائد كتيره، بتنظم فكرنا، بتساعدنا على الانتاجيه. لما عملوا دراسه في هارفارد لقوا ان المديرين 90% من المديرين بيبقى شغلهم اقل انتاجيه بسبب ان هم ما بيعملوش قائمه الاعمال. ما بيعملوها، لا الدنيا بيبقى اكثر انتاجيه. كمان في دراسه قالت ان 15 دقيقه من تنظيم الوقت او 15 دقيقه من التخطيط توفر ساعه تنفيذ. صحيح. يعني الناس لما بتقعد الاول تخطط قبل ما تخش على طول تنفذ، الناس الاول بتخطط هي بتوفر وقت من التنفيذ. طبعا فدي طبعا. برضو ده بناء على دراسات. ايوه. لما عملنا برضو دراسه على 1000 ست، قالوا لهم اكتبوا كل الحاجات اللي عاده بتقول، قالوا لها اكتبي كل حاجه، اكتبي أيوة. كل حاجه. فبعد كده سالوهم سؤال تاني، طيب أيوة. ايه اكتر حاجه من الحاجات دي حققت السعاده؟ اكتر حاجه من الحاجات طلعت ايه بقى يا استاذه سالي؟ حققت لك السعاده. اكتشفوا ان 1000 ست ما كانتش راضيه عن حاجه من الحاجات، ما كانتش حاسه بالسعاده اتجاه الحاجات، كل المهام اللي عملتها في اليوم اللي قبلها. وبالتالي ده يخلينا نقف وقفه انه لا، لازم الست يبقى ليها وقت في اليوم، وقت لنفسها. ان شاء الله وقت قليل، ان شاء الله نص ساعه في اليوم طبعا، بس وده اللي دايما بنقول عليه المي تايم. اكيد دلوقتي مفهوم
مفهوم. انا بالظبط. طبعا الاسره تحترمه، الاولاد يحترموه. اكيد اكيد. انا بشكر حضرتك على وجودك معانا، وان شاء الله اللقاء اللي جاي تكوني منورانا في ميرسي، الاستوديو. وكل سنه وحضرتك طيبه، ربنا وكل سنه يخليكي، وكل متشكره ام لزوم. وكل ست كل سنه طيبه. وانتم طيبين. ميرسي ميرسي لحضرتك.